في المراكز والاحباس يزي مضربتونا ومهنتونا ومعفسكوا على الناس. البوليسي وقف المواطن هات بطاقة تعريف يسب لك امك وبوك حتى لو كان انسان نظيف. العدية و17 السوق والبريكات في الجرجان اخواتي شبعوا ضرب وشبعوا بيات. وقف التعذيب اساليب تبدا مش توقف فبيك في الداخلية ويقعدوك على شقف. ادخل البشوشة وشوف عباد تاكل من الزبلة 500 بشر في بيت اللي جوع ياكل السوق. القانون فوق الجميع اما هما فوق القانون يحبونا كل كلاب كي العبيد متاع فرعون. القانون يتبدل كي تتبدل الاسامي والالقاب والدوزير يعمل اللي يحب ممنوع من العقاب. القانون والدستور ترافيك متاع فصول العائلة اللاكة هي اللي تصول وتجول. القانون هو اللي زاد في النسبة متاع الابطال نطالب بالحرية المساواة والعدالة. القانون المسخ مادام اللي صنعوا خماش كفرتوا. اللي نوع خلق تدليل برج ولاية معناها كويس ايه الحكاية اللي عملوا فينا بتاع هذا نحنا برج ولاية. ليه 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 ما تحقرش روح ليه ليه من راس حقر روحي تعرفني على الاخر انا كوبيوز مش المرحب. هومي سكسا كولو كانا بريز نحي سيد يلا عزيز فيج عمل الاسخاتيس فيم ولا بريز تحية للبوليس كتراني وقف في الفو عمل مسحة للباراديس. تي وينو بيع الكوكاين شديتو بيع التوف وسيبتو راس الكبير. شكون يجيب شكون يبيع شكون يدخل للبلاد الحكومة تجيب في السطل احنا مشينا على الاستهلاك. بس امك احكي لهم الحكاية أبارت فديك سيريو بالسيف وعيد هذي حياتي وانا حر في بدني حر انتو ما تحبوا الشعب الكل مسلسل حر. زين هاد تفهموا قيمتنا. 4 du mat halit aina ya shou o habs tunis bled el police bled matrak gaz o kebs gros bisou sur la joue et une balle dans le cerveau tes classines des voyous adouna a joujou yitkayef zat lama ala belou harfi bedno shkoun yselou selou tadda el hakem selou bled o marbah men hawelou bled hzeb o khout tabha zen klam w ishaat qalou li ya khi bach temchi tentakhab qult lhom sa'at. شدوني على الاستهلاك عدوني عالزاطة بكاو لميمة هزوني ربطي باطة في قالب غلطة حطوني في وردة تونس نعطيها وردة الحكومة تاخد كتلة. اعطيني الشمعة عالسريح عم حبس منشدوش كان جاب بابا اسمه بوصفيح. نحب نتوب لحية الدروب من المكتوب الحبس منشوفوش كان جيب ولد سليم جيبوك. يا رئيس يا محامي يا بوليس يا مستشار كيما بكيت وبابا بوك ما شعل فيه النار غير الحومة قندهار الكاس فاضي بديلي صار شيطان رجيم يديلي مين ابو عياط خدموا بي السر والنار دزوني للجبانة البارح بيت في الدار اللي لبيت في زنزانة. امي ما تبكيش ما كبسونيش البوليس اللي طيحني امه نوكلها لحشيش. البوليس زي كلاب وانا اقول بيحمين انا اقول بيحمين صح قول بيحمين. البوليس زي كلاب البوليس زي كلاب البوليس زي كلاب البوليس زي كلاب. امبح يا كلب امبح يا كلب امبح يا كلب البوليس زي كلاب. جيب لي مروجة كي تطل عليا في الحبس ما تنساش باش تحط اللام في الخبز. حاول كيفاش تدخل بوس وتال ما تنساش باش تعمل غسلة كل يوم للكوكسينال. تعليقي على الحكم هذا والله ماذا بيا نخلي الشعب يعلق معناه على الحكم هذا كيفاش معناه انسان تجبس اسمه في روميرشيمون في ديديكاس معناه في الكليب يمشي بعامين معناه فهمتني. انا ما فهمتش انا قضاء هذا يحكم وانا عدالة وانا عدل وانا وزارات وانا محاكم وانا بلاد بالضبط فهمتني. كان بلاد طيش ولادها في الحبس. انا واحد من الناس متبرى من الجنسية التونسية وماذا بيا معناها نلقى بيعة في الجنسية التونسية في اقرب وقت او معناها علنا معناها الناس على الراديو ماذا بيا نبيعها حتى بدبوزة كوكي. يعني حسب ما نشوف توا هكا فيسبوك درسنا في بالهم كان كانت اللي تحكم بعامين وفي بالهم بهذه صابرين اللي هما خرجوا ما فما عباد مورطة اللي هما أربع أخرين أنا أمينو أشرف ومادو مورطين يعني عانين حكموا علينا
وما فهمش عليش حكموا علينا بعامين تفهم فيا ولا خليك لهين ننتج نعمل في فلوس مانيش لاهي بيك قضايا المجتمع خليتها بين ايديك انا مولي تغنيكم ارسيال كي تقل الشباب مع الرفيق تعمل في راح توعي وتفيق في الشباب سب الحاكم سب البلاد اللي على الريس والنسبة اخبار خبي وجهك في الدار اغسل معه ويكي البلاد خطر ويت وافق يتنافق يا اخرج من البلاد سب البوليتيك خطوة التزقيك الكل هذا وقضت محكمة تونسية بإيداع شاب وفتاة السجن في انتظار محاكمتهما للاشتباه في مشاركتهما في إنتاج أغنية الراب نشرت مؤخرا على شبكة التواصل الاجتماعي يوتيوب استفزت رجال الأمن. ما عملنا شيء ديديكاس فهمتني الله خير مي مع علي على خطر علي ما يحبوا يكبروا هيلو الحكاية دونك لهنا قاعدين يتعداو على حرية التعبير مازال الضرب متواصل خويا العزيز تعرف منين الاصل اما لايك هاصل عربي تونسي مربط سلعك يسبي اكل لي بالضبط كي تصدم ما توخرش وني رجال بالصح في الصح صاحبي ما تفلمش قلبك ساح نعيت مبرح من بارح يا تونس شعبك فيه الجارح في الغناية هذية ماني وفي الحكاية هذي صحيح خاطينا خاطينا الجملة زادة الحكاية فهمني اما معاه عليه مع علي صاحبي نعمل في راب حجر شديت حبس قضاء وقدر مي برانسيب سوي هزول المرنقية سوى الاكبر فرحان على الاخر ثق لايف من الاخر مدم لحنش اللي تحب تطيحني توخر في وجهك وانا تشخر عندك الحق تسبني مدمني فقت مخر اللي تونس بلد كذب يا عمين حبس من الحيط عندي الحق كيف نكرس بالسفرة دون فيرا نحبس قضايا فوق البيرو تتكدس عادي تحياتي مقدم البوليس تلك لايف نبكدم في الكوليس حسيت بروحي غريب في تونس صاحبي الشعب تغرم بتروخي صحبيت نكلمي حبيت الريف صحبي في البلد بش اقعد نظيف يمسخوك صاحبي بس على الاخر خاطر صحابي خذوا عدم سماع الدعوه وبون هي ماهيش مزيك خذوا عدم سماع الدعوه خاطر هذاك حقهم معناها القضاء ما عملش مزيك عطاهم عدم سماع الدعوه الناس ما عندهم حتى دخل الحاجه الثانيه موقف القاضي من القضيه فهمت سيرتو مني انا اليوم القاضي في جلسه قال انت يام في فرنسا وقفوا قدام القضاء على خلايا عملوها فهمت يا اخي قالوا له انت يام خذوا اختي قال له مين في بالي انت يام خذوا اختي في فرنسا اما نحن في تونس ما نعطيوش اختيار نحكموا كان بالحبس فهمت شاسكرية قانون ولا تليفون جاي من فوق بريف الحكايه الثالثه اللي هي دخلوا مشكلتي في مشكله هيبه الدوله قالوا انا مسيره هيبه الدوله انا نقول لهم قبل هيبه الدوله راهي ثم هيبه الشعب اللي يهمني اكثر من هيبه الدوله فهمت الحاجه اللي من بعدها واللي هي الاخرانيه انا مازلت نعمل في موزيكا وراني لابس موجود في تونس ومازلت نخدم على روحي ومازلت باش نكمل في اللي بديتو لنوصلوا لنيفو معين ولنوصلوا عون الامن يحترم المواطن والمواطن يحترم عون الامن ديجا المواطن قاعد يحترم في عون الامن فهمت كي نوصلوا للحكايه هذيك وقت انا تنقص على جبدان البوليسيه وعلى جبدان القضاة وتنولي نعمل في ستيل اخر جمله نتاع موزيكا انا راني لاباس حاب نوصل الناس اللي تحبني والناس اللي تعرفني والناس اللي ما تعرفنيش انا راني لاباس وعايش الحمد لله وقاعد اعمل في موزيكا وبرشا جديد جاي بيس سيد الرئيس قل لي قضيتي شنو يقبل ما تحاسبني انا حاسب قبلي البوليس حكموا عليا بعامين حادث برود يحبوا يحشوا هالي قالوا تونس بلاد قانون وهي الزابيه وفي بالي علي اخر كلمه قبل ما تدخل قاعد محكمه اخر كلمه كواكي لا غيف صاحبي كومباي كونتينيو صح جوسكي سي تو با بيان ولا بيس فري لاباس هاي ا توت ا لور ان شاء الله نسهر مع بعض لا لا كل واحد يخدم في خدمة شوف كيف كل بالنسبة لي احنا معانا حاجة عايشة عندنا عندك تسريع شوي 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 القانون شوي 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 غادي وين خلات عطيتو فلوس الشعب من غير حتى ضمانات
حبس اللي شاء الله اللي شاء أقوى والله يا كلاك هزوني أحمد بحر هنا كيف تكون أحمد بحر أما رغم اللي شاء أقوى أحمد بحر اللي شاء أقوى اللي الكل سيء القدر الحاكم الكل ظلم ووفاء يا اخي طلعنا اخبياء احكام السلطه ورطه في تونس اخطر وباء مواطن الشاحك الجديد الحريه عنده جديده تحسب عصبه تطلع ثوره نشيده ما لافاسي هتلوكيده نحرق سينا دي الحكومه مش نبر الحبس مدكم ما باللعبه المظلومه برنامج بالي اون بوينت تونس تونس بالي اون بوينت يا حاكم يا طالب تفهموا نحن حكيت كليب يا كليب يا كليب يا كليب زيد البلاد هذيا ماهيش دولة قانون مازالت تونس دولة بوليسية كما وقت بن علي عامين مع النفاذ العاجل على غنية راوح حكم قاسي الشيء اللي خلى الصحفي ثامر المكي واحد من أعضاء لجنة المساندة يطرح أسئلة عديدة عامين حبس عامين حبس تعرف شكون ياخذهم عامين حبس عامين حبس خذاهم عبدالله قلال على التعذيب نتاع جماعة بريكة الساحل عامين حبس خذوهم قتلة شهداء الثورة ود الكنز عمل جريمة أكبر من هذا أهل بك في تونس هنويني سكروا لك فمك تتكلم تفوت حدودهم بيبكي وعليكمك اليوم عندي خدوة تور عليك يا بهيم طب حكيو بالرسم على دي ديك استحكم ببعامين ما لا سمحونا يا كلاب في بالنا فيكم رجال باش تصلح الغلط باش تبدل الأحوال سبيناكم خاطر يا ما سبيتونا ضربتونا كيف ما قال الكنز لو تشدونا من عندك سلاح ومان عندي غاب وميكرو عندك سيران وباياس عندي ورقة وسيلو والشعب ساكت ساكت قمعونا هاك ساكت لين كرهنا البلاد حتى الموسيقى معاكم ممسار راب نعيشو فيه راب نعيشو بيه اي بوليس حصلو خوفيزي جي فيه العب ما تنغرشو غير لعبنا وما نغرناش مازال ستيلو يكتب الف سبا وسبا للحناش شبي ما تحكمش بيجي قايد سبسي كي قال قرودة شبي ما تحكمش صادق شورو كي يجي في المجلس التأسيسي ويشجع على تقطيع الأوصال وعلى قص السقين وقص الدين متاع المعتصمين نحكي مع قاضي ولا مع الرئيس المحامي مش متفاضي احشان مع البوليس لماذا حكرت الشعب تقولوا فرخ بماذا قضى الشعب تخنق صارت انتفاضة أضا حبوا تقودونا كيما الإكس كلافا أضا مشى العابدين جاتكم حسب النهضة أضا صيبوا الفيروس لموا فلوس أكتاس نحنا طايحونا من حومة تلمونا تخلونا كتاس أكتاس الصحافة التونسية والعالمية في عناوينها الكبرى مركزة اليوم على قضية ولد الكنز اللي راو فيها برشا معركة حرية التعبير بامتياز ولكن زيدة ضربة لشباب الثورة زي من الاخر اعتهاكم اللي يلعب ما ينخرش يحط وربي في باكم ويني حرية التعبير اللي حكيتوا عليها تونس بلادنا كرتوا نفاها ومن بعد ما جيت وساندت ولد الكنز عليه نهارت المحكمة اكثر حاجة نجم تكون خرجت بها من اللي صار هذي الكل شنين كلمة قالها مروي تونس تقتل الطموح تونس تقتل الطموح برشا شدوا معي على روح صاحبي البلاخي والمذبوح ذك خمنان كي منطلوخ ما عجبكش كلامي البوليس روح شتو غسبكت با ماتخي كل 25-66 ميمو حابس خو سواك خو نوا افك طن طاي غير حنشون شتو فوا با سوكي دي ريك جو كار بلاس نوفو سون دي يو فوا او فوا كم تي غير دو 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 كين ام ا بي مين دوري مين كي كوتشي مين انتا هود ما تقل بالهم شراهم يهود عملونا دي كاس خوت وهي كلب سون دود اصحاب ما خافوش كيرا وسيرن كان كضعيف من خير قلب البوليس ياسر جبن